السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بأبناء الوطن العربي الجميل في شابتر جديد، شابتر ورك أند إنرجي، اللي هو شابتر 6 من كتاب الفيزيكس اللي اسمه Principles with Applications. إن شاء الله النهاردة هنبدأ حل بعض مسائل الشابتر، وكل ما يجيني استفسار من طالب بزود المسألة أو المسائل اللي هو بيطلبها أو اللي بتطلبوها، وهتلاقوا ان الملف ده عمال يزيد كل شويه. النهارده في 3 4 مسائل، بكره يكون في 6، بعد شويه في 10، وهكذا حسب طلباتكم. طبعا شرح الشابتر وحلول الامتحانات السابقه موجوده في الفيديوهات الموجوده على قناه اتش اس انجينيرز والموقع nghs.com ودوت نت اللي موجودين في اسفل الصفحه. السؤال الاولاني بيقول: A 75 كيلوغرام فاير فايتر كلايمبز A فلايت of stairs 28 meter high. والشخص ده عمالي يصعد سلم، السلم ده ارتفاعه 28 متر، قد يكون مايل او رأسي، المهم الارتفاع عندنا 28 متر. بيقول how much work does he do؟ سواء بقى طلع بميل او طلع رأس كده مش فارق معانا، احنا اهم حاجة معانا الاتش اللي هو الارتفاع الرأسي. طيب طالب مننا الورك، لو احنا اعتبرنا ان الاتش هنا يتساوي صفر، هنا هتبقى الاتش بتساوي 28، وطالما ما جابش سيرة عن السرعة، المفروض انه طالع بسرعة مثلا منتظمة، فمش هيفرق معانا السرعة، اولموست صفر او اولموست حاجة كونستانت. لو كتبنا القانون الكونزرفيشن اوف انرجي اللي هو كاينتيك انرجي 1 زائد بوتنشال انرجي 1 زائد الورك المبذول من الوضع 1 للوضع 2، ادي الوضع 1 اهو وده الوضع 2، هيساوي كاينتيك انرجي 2 زائد البوتنشال انرجي 2. طيب طالما مفيش سرعات في السؤال هنعتبرها ان هي متساويه او اولموست نيجليجابل، فده بصفر ده يروح مع ده. طب بوتنشال انرجي تحت بصفر، البوتنشال انرجي 2 ام جي اتش، ادي الام جي اتش، الماس ب 75، الجي ب 9.8، والاتش اللي هو ارتفاعنا 28، يبقى الورك بيساوي الشويه دول. طب ممكن كان حد يقول على طول هو الورك بيساوي الفورس في المسافه، الفورس ام جي والاتش هي المسافة، يمشي الحال. القانون العام ده ينفع لجميع أسئلة الشابتر، وسواء طلب الورك سواء طلب كايناتيك انرجي سواء طلب سرعة سواء طلب ارتفاع، دايما هنكتبه ونعوض فيه. ما عندناش بوتنشال انرجي تحت، ما عندناش كايناتيك انرجي في الحالتين أو متساويين، البوتنشال انرجي كلها متركزة في ام جي اتش اللي هو البوتنشال انرجي نتيجة الجرافيتيشنال فورس. معنى كده اذا الورك من 1 لـ 2، هنضرب شقين دول في بعض ونقول اليونتس بتاعتنا جول، 75 في 9.8 في 28، فطلع رقم 20,000 وشوية، فممكن نقول هو 20.6، بدل ما اكتب 10 هكتب كيلو جول، يبقى كده خلصنا السؤال. يبقى الورك يا اما الفورس في المسافه، الفورس اللي هي ام جي والمسافه اللي هي الاتش، او اكتب قانون الكونزرفيشن اوف انرجي واعوض بيه واجيب المطلوب.